متدور. ونمد والدم سكر خفتها زايدة حلاها على عناجيب كلامها تسكر والدنيا مسخة بلاها. ومع كاتبة نادية شكري. نادية شكري بصراحة أول مرة تجيرنا وكمان جايبالنا وهي كبيرة وطبعا عضو اتحاد الكتاب وجايبة ثلاث روايات لحضرتها مجموعة قصصية الروح تعبد أحيانا ودموع أجيو كلدة وبكائية الصعود إلى السماء وده ثلاث قصص من كم عندك كم كتاب؟ 12 وعقبال الديوان ال 15 وبنتشرف بيها ونسمع منها قصة من قصصها الروح تعزف أحيانا. الروح تعزف أحيانا. الروح تعزف أحيانا والقلوب عند بعضها والله. انا عرفت من يوم بتمن سنين عشتهم في اسوان ايام ما كان ليا بابا واسمع بس كان عندي بابا وبيشتغل في كيما كان صحابنا كلهم اسوان ليا واغلبيه نوبة كان في زميل من هنا كان معايا في قرار الالتزام في السبعينات يعني سواب في السبعينات ايام الطنفانة يعني دي قصة خلاص اخترتها الروح تعزف أحيانا كانت تجلس تخدم ما من شيء معها سوى قيصر عنتها تعزف لها لحن أشقر تعزفه وتعيد عليها العزف السحري ويبني سعادتها ويزيد سفرها تقول دائما لنفسها قد نخرج من الغربة يوما لكن مساد الغربة يبقى دائما داخلك كفخ موطن صادق كانت قبل قليل مسكرة كما أحس لدوره بالفقد تنظر إلى حيث القيصرة تتراقص مع نغماتها فجأة رأت لحن قيصرتها الأسير يقف أمامها منتصبا على قدميه تبسمت له بلطف وهي ترقبه يبتسم لها بدوره ممنوع كلام أسمائي أحست باسترخاء مطمئن لكن رأت لحنها يتقدم ناحية الباب شهقت في داخلها خافت أن يرحل لكن نظرات عينيه هدأت خاطرها أو ما قالها أنه يذهب نحو الباب فقط ليفتحه لم تكن تعلم كيف انتشر للتو ذاك القريب مضوع بعطره المكان تبدو كالمغيبة وأشار اللحن لمن كان واقفا خلف الباب ينصت للحن أن يدخل أعطاه الأمان فدخل مادة ذراعيه تجاهها دامعا في وجهه فغرقت لفورها داخل صدره الكثير أصبحت الطفلة في حضنه يحتضنها بكل قوة شوقه وشوقها حتى كانت أنها سمعت صوت مخاوفها تسقط أرضا لم تسمح لكليهما فرصة تبادل كلمات العتاب بعد قليلا بين رأسه ورأسها قبل بينها قالت الفرح دائما عابر بكل نقاط التفتيش حبيبتي قد تعذري طول غيبتي كان عقلي يساومني يجعلني امسك على افتراقك
فأبدعي ويتلبسني مع التدفق الحذائيات أطلب غفراني. أيام طوال كنت أركض فيها على السرير الشفاهي على خدرة يصيب بلوك السابقات في أشفى راح الجهزان حفيفة السفر وزهد معا في صحبة الاتصال. أنا كتبت كلها بتبقى يعني 90% منها سياسي كنا. كان نفسي أعرض قصة على حرب أكتوبر لو ممكن عشان دي يعني أنا اتطوعت وأنا في الكلية يعني أنا عندي 70 سنة على فكرة عشان انا الحمد ربنا ان انا لسه بدري يعني حاجه والله. فانا طلعت 67 كنت ثاني اعدادي لما جيت الحمل بتاع 67 وطلعت 73 فشفت بعيني اللي جايين بقى من مدن القناه وكتبت انا كتابتي واقعيه يعني سيبك من الحاجات اللي كتير دي بتبقى ايه يعني لازم نحلم عشان ما نموتش حاجات كتير تبقى يعني لو بطلنا نحلم نموت يعني ممكن بعد شويه بعد حد من الزملاء اذكر قصه شكرا الكاتبة نادية شربي وهنرجع لها تاني ان شاء الله.